انت رهن الاعتقال يا هسه مريم. وشو هو جرمي يا حضره الكولونيل؟ بنت مجرم خطير. اذا لاني عم طالب بانكم تفرجوا عن ابي هذا جرم بالنسبه لقوانينكم الساميه يا حضره الكولونيل، بحب اكد لك بامكانك فورا تسجني. يعني مو خايفه؟ من شو بدي خاف؟ من السجن. ومين قال لجنابك يا حضره الكولونيل اني مو جاي من سجن كبير لسجن اصغر؟ شو قصدك بهالكلام؟ المحتل يا جناب الكولونيل معتقلك حتى وانت برات السجن، وقت يفرض عليك قوانينه الظالمه ويحكمك وهو غريب عن بلادك. حاسس ابو طالب قدامي؟ وانا قصيده صغيره من دواوين ابو طالب. حتى لو كان مجرم؟ ابي بالنسبه لكم مجرم، بس بالنسبه لنا بطل. بطل؟ كيف بطل؟ بطل لانه ما رضي بوجود غريب على ارضه. المجرم اللي عم تحكي عنه يا جناب الكولونيل أسرك إلك تحت رحمة اعترافه من يوم اللي سجنته. سيفوكلي. مريم أنت متعلمة؟ أنا دارسة بالتجهيزية. أنا بعترف أنك بنت قوية وساحرة الحضور، بس صدقيني هذا الشيء ما رح يفيدك لا أنت ولا أبوك. اسمحي لي اقول لك انا معجب فيكي وبافكارك. صدقيني يا مريم انا حابب ساعدك وساعد ابوكي رغم انه هذا الشيء بخالف القوانين. وانا بكون شاكره لك، بس كيف؟ ابوكي ممكن ينفي خلال فتره كثير قريبه، وبرجع وبقول لك للمره الالف ما في امامه غير يعترف على اسم الفاعل الحقيقي. انت عم تطلب المستحيل حضره الكولونيل، انا بعرف ابي منيح. ابو طالب طالما حكى كلمه لا يمكن ابدا يتراجع عنها. وإذا كنت مفكر إنه أبي بيخاف من السجن أو المنفى أو حتى الموت تكون غلطان. وإذا كنت فعلاً رجال يا حضرة الكولونيل بتطلق سراحه فوراً بترجع على فرنسا، لأنه مكانك هونيك مو هون، هي بلادنا إلنا مو لحدا تاني. رح أعتبر إني ما سمعت هذا الكلام منك أبداً، رح أعطيك فرصة أخيرة تحاولي مع أبوك يعترف عن اسم الفاعل. وأنا كمان رح أختصر الطريق عليك وأقول لك ابعت فوراً ورا العسكري ياخذني على السجن. Tu es vraiment folle. S'il vous plaît, appelez le soldat. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Garde! Garde! طنبر بيتعوض والجايات اكثر من رايحات لك عمي، يلا انتوا فوتوا وخليكم للصبح وانا بدبر حالي. طيب شو بدك تقول لامي وخالتي ام مريم؟ لا تخافي انا بطمنهم وفهموا شو القصه، يلا فوتوا عواب. يلا ست ماري.
علي مشان الله افتحي. يا علي جاي من صالح الليالي. نحن مريم وصالح. مريم وصالح مشان الله افتحي لنا. مين؟ نحن مريم وصالح مشان الله افتحي لنا. مريم وصالح؟ يا لأمتي فوتوا 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 خبروني يا لأمتي. وحياة المسيح، طول الوقت كان قلبي عم يغلي انه في شي عم يصير، اكيد في شي عم يصير. تاريكم مالكم سهلين يا بنات، مالكم سهلين بنوم، بس هيك انتو عم تعرضوا حياتكم للخطر يا مريم. حياتنا مو اغلى من حياة ابو طالب، هذا اقل شي بنقدر نعمله. وما عم تزبط معنا يا ست ماري، ما عم تزبط معنا، كل ما بتوصل اللقمة للتم تفقص الشغلة. الله محيي اصلكم يا بنات، بس ما بعرف شو بدي اقول. الله يرضى عليكم بلا هالقصة. يعني اذا لا سمح الله مسكتوا، بتعرفوا شو ممكن يصير فيكم؟ بالوالد، بالست الوالدة الله لا يقدر. شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا نضلنا قاعدين مكتفين؟ ما بعرف. يلا مدوا ايدكم قبل ما يبرد الشاي. يلا حبيباتي. والله ما لي نفس اكل. يو ما بيصير، اكيد جوعانين. يلا تفضلوا. ما تواخذينا ست ماري، عذبناكي معنا يعني، فيقناكي ورعبناكي ولهلا سهرانه. شو عم تحكي؟ شو نسيتي انه انت وصالحه معزتكم كبيره عندي كثير؟ وحياه العذراء لو كان عندي بنات ما راح احبهم اكثر منكم. بزعل ها؟ بزعل كثير. لا كل شيء الا زعلك ست ماري. هي مريم ما قصدت تضايقك، بس نحن والله حاسين حالنا مدري كيف مضايقينك. يو خلصنا بقى. يلا مدوا ايدكم. يلا حبيباتي اعطيها خبز. التحقيقات الأولية بينت سيدي أنه الصبيتين مخدرين الحراس وبعدين فايتين على البيت، مخدرين الكولونيل وزوجته وهن نايمين، وبعدين تمت عملية الاختطاف. ما رح نخلص من هالصبيتين؟ البحث جاري على قدم وساق سيدي. مليت من هالكلام فخري، مليت. صاروا عم يشكلوا خطر كثير كبير ولازم ننتهي منهم. رح نضاعف جهودنا سيدي. اسمع، بتنزلوا بالصحف عن مضاعفة المكافأة المادية من 10,000 ل 25,000. حاضر سيدي. وبالنسبة للمجموعة اللي حاولوا يخطفوا أبو طالب، لحد هلا عم يتعقبهم سيدي. ما بدي تراخي أبدا يا فخري. أمرك سيدي. وبتشددوا الحراسة على كل الشخصيات الهامة تحسبا لأي طالب. أي تعليمات ثانية؟ مع السلامة. احترام. ولك يا مريم، يا مريم حبيبتي شو في؟ شوفي شو صاير معي؟ شي بيحرق القلب فعلا. طيب اهدوا شوي، خلونا نفكر شو بدنا نعمل. يعني انا رح احاول احكي مع الآنسة كاميليا، بركي بتقدر تساعدنا لك بنتي. ياكي سلمى اياكي تزلقي كلمة هيك ولا هيك قدام امك، لانه اذا عرفت لا سمح الله بجوز الطب ساكتك شبرا وبعيد. لا توصي حريص اختي، لا توصي. يلا فردي وشك، ما بدنا يبين علينا شي. لا تفردي. يا مو خالتي ام مرعي. يلا يلا اهلين واصلك. اهلين تبريني واصلك. اهلين خدي امي قري شوفي لي هالخبريه اللي نازله بالجريده. الفرنساوي مضاعف المبلغ، معناتها ضرباتنا عم تجيب نتيجه ولك صالحه. ايه امي، وانا كل ما زادوا المبلغ خوفي عليكم عم بيزيد. لك امي الله يرضى عليكم، الناس عايشه بفقر وقله والنفس اماره بالسوء. عدوا امي عدوا عدوا لكم عدوا.
هلا يعني لا سمح الله اذا حدا خبر عنكم ما بتروحوا فيها انتوا التنتين؟ يعني امكن معها حق يا صبايا، يعني القصه ما عاد لعبه. يعني بدك يعني نعود ونتصفن ونترك ابو طالب عم يتعذب بالسجون يا مو؟ لك لا تقبري قلبي، لا تعدي وتتصفني امي حبيبتي. طلعي فيني، انت بترضيها اني انا اعيش لحالي وحيده بهالدنيا انا ويلي ببطني؟ ترضيها؟ بس امي نحن اتفقنا من قبل انه ما نرتاح ولا يوم وما يردنا عن هالشي غير الموت، شو اللي غير رايك؟ لك امي انا ما غيرت رايي، الظروف هي اللي تغيرت بعد ما زادوا المبلغ. يعني انت بترضيها نحن نعيش بسبات ونبات وابي بالسجن بترضيها؟ لك والله يا امي ما برضاها. لك الله وكيلكم، روحي ناطفي على ما اشوف ابوكم الله يرضى عليكم. طب ترقفوا بحالي، انا عايشه بين نارين، ويلي ابوكم اللي بالاسر وويلي اخسركم. لك والله حرام عليكم. يا امو مشان الله انت ادعي لنا واتركي الباقي على الله وعلينا. الله.